وصفتنا لليوم شاورما لحم بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة، أكيد حتعجبكم. نحتاج لشرايح لحم قطعتها بهذا الشكل رفيعة، أضفت عليها البهارات، حكتب لكم هي بالكامل تحت، والخل الأبيض، وقلبتهم وغطيتها وسبتها ترتاح ليلة كاملة في الثلاجة. عصير ليمون، طحينة سائلة، وملح وفلفل أسود، وأقلبهم، أخففها بشوية موية على صاج حار، نزلت الزيت وأنزل الشاورما وأقلبها لحد ما تنشف مويتها. أضيف البصل وأقلبه، وأنزل عليهم الطماطم وأقلبها لحد ما تنشف الطماطم. أضيف الملح والفلفل الأسود وصوص الطحينة اللي عملناه، وأسيبها تتسبك وبقدونس، وبكده هي جاهزة معايا أعمل سندوتشاتي. أنا اخترت أعملها بعيش الصامولي وأقدمها، وبالعافية عليكم.